حاولت اقناع عبد الله سعيد يتراجع من الاهلاويه؟ والله يا عبد الله لو فضل بهذا المستوى واحنا احتاجناه ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكله. استاذ امام محمد الاذاعه والتلفزيون، هل من الممكن توحيد طريقه اللعب في كل المنتخبات؟ وسؤال استاذ جمال، ايه اللي هيوافقه اتحاد الكره المعسكرات الفتره الجايه للمنتخب؟ مين اللي سال؟ استاذ عماد محمد الاذاعه والتلفزيون، هل من الممكن توحيد طريقه اللعب الفتره الجايه في كل المنتخبات؟ السؤال ده يمكن احنا علينا امبارح ان احنا هيبقى في لجنه فنيه عندنا مع مدير فني الاتحاد، يمكن طلع فيه بيان اتحاد الكوره امبارح. الهدف منه هو مفيش حاجه اسمها طريقه موحده يعني، لكن يبقى في طريقه 2-3 تبقى ماشيه الاتحاد، ودي ان شاء الله هتبقى مهمه اللجنه الفنيه ومدير فني الاتحاد، وهيوضعونا للكوره في الاخر ان شاء الله مع كابتن بركات والكابتن حازم ان شاء الله، وهنعرض عليهم ان شاء الله. طبعا انا اقدر ارد على السؤال ده من الناحيه الثانيه الفنيه، بشكر الاستاذ، انا بسالك على اسمك عشان اشكره يعني في الاول والاخر، دي حاجه مهمه جدا طبعا، حاجه مهمه جدا، بس عاوز وقت زي ما استاذ جمال قال، يعني في طبعا كباتن كبار عندنا وفي مجلس اداره محترم وعاملين شغل جيد، اعتقد ان هي هتبقى في خطتهم ان شاء الله احنا نقدر نساعد فيها ان شاء الله، لكن هو حاجه مهمه جدا، مهمه جدا ان مارس على عيب من اللعيبه اللي في المنتخبات الصغيره يبقى قادر على طول ان هو يشتغل فنيا يعني كابتن، اعتقد ان دي حاجه مهمه جدا. استاذ ابراهيم منصور رياده الوطن، هل حدث تواصل بينك وبين الكابتن محمد صلاح بعد توليك المهمه؟ هو حدث تواصل، هو يعني ربنا يوفقه ان شاء الله، ان شاء الله نامل ان هو ياخد كل البطولات اللي موجوده ويجي ان شاء الله يعني يساعد فريقه، وهو روحه يعني كبيره جدا، وهو ليه كبير جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ حسام بيك القناص، كيف يستعد المنتخب في 3 ايام فقط لخوض اول مواجهه رسميه؟ احنا قلنا هو الوقت احنا هنعتمد عشان كده على اللعيب الجاهز بس الفتره اللي جايه دي، عشان برضه لما نيجي نختار احنا هنختار اللعيب اللي بيلعب فرقته، اللعيب الجاهز، اللعيب اللي بيلعب فرقته وبيأدي اداء جاي، بعدين بعد كده احنا هنبتدي نبص بقى للعيبه اللي احنا متوسمين فيهم ان احنا ان هم ممكن يعملوا حاجه بعد كده ومحتاجين بعض الوقت، لكن احنا هنبقى اختياراتنا في حدود اللعيب الجاهز، وهنختار بعض اللعيبه المصابين انتظارا لانهم يرجعوا قبل المباراه. استاذ يوسف شعبان بيتو، هل ستكون تجربه كابتن ايهاب بلال مع منتخب مصر مجرد تجربه عابره ام هناك مشروع؟ والله انا قلت برضه في الاول وعارف ان اتحاد الكوره عنده يعني جاي المره دي يبقى عنده بدايه فكره مشروع كبير، ودي حاجه من الحاجات المهمه، وهو ما يجيبش ان يبقى فيه فقره عابره، حتى لو احنا في موجودين او مش موجودين لازم يبقى فيه بدايه مشروع، عشان كده نقول ان نيجي نكمل على الايجابيات اللي اتعملت قبل كده، مش عاوزين نلغي كل حاجه اتعملت قبل كده، لكن نبتدي من عندها، وفي نفس الوقت لو في سلبيات او في بقى مشروع كبير زي الاتحاد عاوز يعمله او الرابطه او وزاره الرياضه، اعتقد ان احنا لينا الشرف ان احنا نساهم فيه فنيا.